بكلمكم في موضوع وايد قاعد يصير وايد اعيد وازيد فيه. الموضوع هذا موضوع المدمن على المخدرات والكحول، شلون نقدر نحثه على العلاج. ورسالتي هذه موجهة لأسرة المدمن وليس للمدمن. المدمن كالطفل اللي ما يعرف مصلحة نفسه. المدمن تحت تأثير التعاطي ما يقدر يوعد وعود يلتزم فيها. وكذلك لما يكون المدمن تحت تأثير الأعراض الانسحابية كذلك ما يقدر يوعد وعود يلتزم فيها، فهو راح يعطيكم وعود على الفاضي. ثاني يوم من يحصل جرعته أو من تفتش منه الجرعة اللي هو ماخذها راح يتغير هذا الوعد. طيب شلون نعالجه يا أحمد؟ نعالجه في إن ناخذه يا أما نحثه على دخول مركز علاج الإدمان كأسرة، نحثه بقوة شوية بحزم، أو نلجأ إلى شكوى علاج الإدمان. شكوى علاج الإدمان وضعها المشرع الكويتي من زمان من الثمانينات، تقدرون تسوون شكوى في نيابة الخمور والمخدرات في الرقعي، مجمع المحاكم اللي بالرقعي ما أدري أي دور نسيت. وهذه الشكوى ما تسجل سابقة ولا تسجل قضية ولا تنحط بملفه الأمني، مجرد يدزولكم مباحث إلى البيت، مباحث لابسين مدني معززين مكرمين يجونكم البيت، لا في دوريات ولا في لبس عسكري ولا شيء، ناس مدنيين يجونكم البيت يتنسقون معاكم تليفون، حتى ما يعني يجونكم على غفلة، لا يجونكم عن طريق الهاتف بعد ما تقدمون الشكوى. تتواصلون مع هذول المباحث تقولوا لهم الحين الوقت مناسب نتيون، لا بعد شوي الوقت المناسب، الحين هو موجود ونايم نقدر ناخذه، الحين هو مو موجود لا تيون تتعبون نفسكم، لما تشوفون انتم الوقت المناسب انه يجونكم في البيت. وبعد ما يجونكم البيت ياخذونه معزز مكرم، يلا عمي تعال العلاج، لانه هو شخص تحت تاثير التعاطي مثل ما قلت قبل شوي ما يعرف ياخذ قرار، فاحسن شيء تاخذ انت عنه القرار بقوه. زين هذا اول خطوه في العلاج، اول شيء وممكن ما يبطل عقبها لانه مو هذه الاساس في العلاج، لأنه ممكن يطلع عقبها من المركز ويكمل تعاطي، وممكن يطلع ويكمل تعافي عن طريق البرامج التاهيليه. زين يوني بعض الناس يقولوا لي زين سمعتنا، زين مو عمي سمعتكم وهو مو قاعد يطفي عند باب بيتكم، زين سمعتكم وهو مو احتمال كبير انه يمسك من الداخليه، يقولوا لي زين اخاف نكسر شخصيته، زين مو عمي على مود هو شخصيته الحين شخصيه امام مسجد، الله والشخصيه يا معود، شخص قاعد يتعاطى، شنو هال ما خاف، سامحوني شو بكون قاسي انا مع الاسره تحديدا مو مع المريض، شنو تكسر شخصيته؟ اصلا لازم تكسر شخصيته من الاساس، العلاج انه تكسر شخصيته، اذا بنقولها بالعام كذي كسرت شخصيه لازم من صالحه، لان شخصيته اساسا هي اللي قاعد تخليه يتعاطى. يعني بعدين السؤال المعهود، زين سمعتنا احنا عيال ناس، مو على مود اللي في المركز مو عيال ناس، شو السالفه؟ اذا سجن بتزورونه وانتم خوش ناس وعيال ناس، واذا مات اوفر دوز وهو من عيال الناس تقعدون تقولون ها شو نقول حق الناس؟ تدري شلون مات وهو ساجد؟ عمي شنو مات وهو ساجد؟ جيرانكم كلهم يعرفونه انه ما يروح المسجد، جيرانكم كلهم يعرفونه انه طايح حظ، جيرانكم كلهم يعرفونه انه رايح فيها، وين يسجد هذا؟ لان موت الاوفر دوز يكون طايح كانه ساجد. ولا يوني يقولوا لي هبوط حاد في الدوره الدمويه، ولا يقولوا لي والله سكته قلبيه، ولا ما شنو يعني، خلاص يعني ايش فيكم يا جماعه؟ اخذ تله من اذنه وده العلاج، لا تسوي لي سوالف، لا تقول لي سمعتنا، انت اللي قاعد تعطل علاجه، ترى الاسره قاعد تعطل علاج المدمن اللي عندهم اكثر من ما المدمن يعطل علاجه بنفسه، الاسره هي اللي قاعد تعطل عن طريق الدلال الزايد وعن طريق المحافظه والطمطمه واللم الموضوع. وبعدين السؤال الثالث ما ادري الثاني المعهود، زين لما يدخل المركز يتعلم على المخدرات؟ لا يتعلم اوكي، مو على موده هو متعلم هندسه وحولناه من الهندسه لانه يصير بنشرجي، مع احترامي للبنشرجيه هو متعلم خالص ترى، وهو يعلم ما يتعلم. السؤال الرابع، زين ترى هو خوش ولد، هو ترى احنا ناس محترمين وهو خوش ولد ومحترم، عمي كل المدمنين محترمين، كل المدمنين خوش اولاد، مو قضيتي انه خوش ولد ولا مو خوش ولد، قضيتي انه هو مريض يحتاج علاج، هذه قضيتي. ترى السؤال الخامس، زين هو بس يتعاطى حشيش عادي، ولما ييني الاقي مو يتعاطى حشيش، الاقي يتعاطى هروين واوبر ويدق الاوبر ورقبته بعد، يمكن انتم تحسبون بس حشيش، هو مو بس حشيش بالنسبه لكم انت وبس حشيش.
السؤال السادس زين، هو ترى بس صار له 6 شهور يتعاطى، ولما يجيني يصير اكتشف انه صار له 6 سنين يتعاطى. انتوا دريتوا من 6 شهور، هو صار له سنين يتعاطى، ترى انتوا ما تدرون. السؤال السابع زين، هو الحين موقف عن التعاطي صار له شهر نظيف وتحت عيننا 24 ساعة والامور طيبة، ولما يجيني اكتشف انه امس متعاطي، انتوا ما تدرون. ماكو شيء اسمه المدمن تحت عيننا احنا مراقبينه، ماكو كذي، ماكو، مو صح. المدمن يوديكم البحر ويردكم ناشفين. المدمن انسان ذكي ومراوغ من الطراز الاول، فانتوا ما راح تعرفون له، ما له داعي يلعب عليكم، يبوه حق الناس المتخصصين اللي يعرفون له ويعرفون حق مراوغته. هذه رساله موجهه لاسره المدمن وليس للمدمن نفسه. المدمن انت حبيبي، تعال يبا، خلهم ماك شغل فيهم، تعال بس، تعال تعال يبا، احنا نساعدك بطريقتنا، بس استسلم واسمع الكلام، خلهم هم، خلهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم يا أسرة المدمن، يا أسرة المدمن يلي قاعد تضيعون ولدكم بسبب الحفاظ على السمعة وبسبب الخوف العاطفي المبالغ فيه.